معنا الحجي مريم أبو ريا، طبعا مديرة جمعية منكم وإليكم سخنين معكم. يعني احنا موجودين في مقر الجمعية ونرى العائلات المسطورة، يعني بدخل للمركز عندكم مركز الجمعية، في الخبز، في اللحمة، في السمك، في الدجاج، في الأحذية، في الملابس، في الكتب، في الحلويات. أنتم تقدمون العائلات المسطورة كل ما يمكن أن يرسم البسمة على وجوه أطفال هذه العائلات. حجي الحمد لله، بقول بنهاية شهر رمضان المبارك لأهل سخنين، لكل الأم العربية، كل عام وانتم بخير، بنعد عليكم الصحة والسلامة، إن شاء الله بعم السلام بكل الدول العربية والدول الإسلامية إن شاء الله. سنة جاي كلنا نعيد مع بعض بالسلام والوئام، وخاصة لأهل بلد الكرام، الله يبارك فيكم ويعطيكم ويبارك لكم بمالكم وبعيالكم وبأولادكم. نيال لكل إنسان أعطى لقمة خبز ولقمة لحمة وكعكة لكل طفل يتيم وبحاجة، أسعد في ليلة العيد، الله يبارك له في دنيا وآخرة. والحمد لله بلدنا سخنين بلد الخير، بلد العطاء، بلد المحبة. إن شاء الله بدنا سخنين كل الوقت بهاي الصفات، من أهلا من صغرى وكبارة. والحمد لله اللي قدرنا السنة إنه إحنا نعطي العائلة كل ما يلزم أن تعيش بكرامة وتعيش بحالة من الوسط والإطمئنان، خاصة اللي عندها أطفال ليلة العيد. والحمد لله بنتأمل إنه الله يعطينا الصحة والعافية لنا وللجميع، ونعاد على كل الأم العربية بالخير والوئام. نعم حجي، هاي الأكياس، شو في هاي الأكياس؟ هاي الأكياس كل العائلة، كل نعم. عائلة نعم. الحمد لله اليوم بتأخذ 5 كيلو من اللحم. في عنا لحم عجول، في عنا لحم ضان. الحمد لله في عنا ناس تبرعة بذبايح. الحمد لله عنا 500 كيلو اليوم ستوزع على العائلات كلها، 5 كيلات لحمة مع حلويات العيد، وإن شاء الله في وجبة فواكه وخضروات للعيد إن شاء الله من أحد المحلات التجارية الكبرى، تبرعت لكل العائلات 100 عيلة. الحمد لله تكون اكتفينا بكل ما يلزم لشهر رمضان والعيد الفطر المبارك. طبعا هاي العائلات المية، نحن نتحدث عن عائلة اللي انتو كفلانينا على طول ايام السنة، على مدار السنة. نعم على مدار السنة الحمد لله. نعم شكرا لك حجي، شكرا لك، كل عام وانتم بخير، انت بخير، عليك الصحة والسلامة.